ارتفعت وتيرة استعدادات سلتنا للمنامة لخوض المباراة النهائية لمسابقة كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة عندما يواجه حامل اللقب فريق نادي المحرق مساء يوم الأربعاء من إبريل الجاري على صالة مدينة خليفة. طبعا فريقنا مستعد من عقب آخر مباراة لعبناها، يعني اشتغلنا على نقاط الضعف مالنا ونقاط القوة فريق المنافس ونقاط ضعف ماله، فركزنا على بعض الأمور لنكون جاهزين في المباراة. إن شاء الله الفريق جاهز، طبعا في إصابات زين يتعالجون منها، زين أذى من لاعب وعندي قربان يعني من عقب آخر مباراة ما زال يتعالج، فإن شاء الله نكون جاهزين. استعداداتنا عادية، ف نفس ما تقول بنلعب أول مباراة في أول فاينل لنا في كأس سمو الشيخ خليفة، أغلب بطولة في الموسم العام ما قدرنا نوصل فاينل، فهاي الموسم الحمد لله الهدف لنا نوصل فاينل. الحين بنلاقي فريق قوي، فريق محرق حامل لقب. مباراة صعبة، مباراة بتكون مباراة واحدة ما بتكون بست أوف ثري نفس العام، يعني يمكن يغلب عليها عامل المفاجأة، يعني هني يبين تحضير المدربين حق المباراة، وإن شاء الله نطبق المدرب اللي قال لنا وإن شاء الله مستعدين. للأسف قدر الله ما شاء فعل أنا ما راح أكون موجود في مباراة نهائية في كأس خليفة بن سلمان، بس بنشوف بعدين مع الدوري يعني لكل حادث حديث. طبعا الاستعدادات استعدادات كلش عادية مثل مباراة أي فاينل، طبعا هاي شرف كبير لفريق نادي المنامة انه يكون في فاينل بطولة كاس الشيخ خليفة.